ان شاء الله نبدا كونسبت 2-1 بيتكلم على ليسون 2 بيتكلم على هاو ذا اوبجكت موف، ازاي الجسم بيتحرك. انا عندي انواع الفورس القوه، بوش يعني الحاجه ببعدها بعيد عني، بول يعني بسحبها ناحيتي. البوش دايما الاقي كلمه اواي، البوش دايما اواي الحاجه بعيد عني، البول يعني towards ناحيتي. طب كده الراجل بيعمل ايه للعربيه اللي قدامه؟ وين بارو يعني العربيه بتاعت الجنينه بعمل لها بوش. طيب البنت دي بتعمل ايه للتوي كار؟ بتعمل لها بول، ناحيتها يبقى بول، بعيد عنها يبقى بوش. في عندي فرق كبير بين كلمه بالانس فورس وانبالانس فورس. كلمه بالانس يعني قوه متوازنه. يعني ايه قوه متوازنه؟ يعني لو القوه بالانس يعني معنى كده ان الاثنين ايكوال فورس، قوتين متساويين، يبقى مش هيحصل حركه زي المنظر ده. نبص كده هنا، الفريق ده قد الفريق ده، فمفيش حركه تحصل، يبقى القوتين بتاعتهم اقول عليهم القوتين بالانس. كلمه بالانس يعني ايكوال فورس، هما الاثنين ايكوال فورس، يبقى نو موف نوت موف. اللعبه دي اسمها تاج اوف وار، لعبه شد الحبل. طب نروح للعكس، الفريق ده اكتر من الفريق ده، هنغير اللون كده ونشتغل. طب ماله التاج اوف وار هنا؟ القوتين هنا امبالانس مش موزونين، بالانس يعني ميزان، امبالانس يعني مش موزونين. كلمة امبالانس يعني لعبة التاج اوف وار هتروح ناحية الجريتر فورس، الفريق الأقوى. كل ما كان الفريق أقوى الموفمنت يبقى ناحيته. كلمة امبالانس فورس يعني ان ايكوال فورس، لو بالانس يبقى نوت موف، امبالانس يحصل موف. طب الحركة تروح ناحية ايه؟ الجريتر، التيم الجريتر فورس، الفريق الأقوى، الفريق ده أقوى فالقوة تروح ناحيته، الحركة تبقى ناحيته. نعملها أغنية، بالانس فورس يبقى ايكوال دونت موف، امبالانس امبالانس يبقى ان ايكوال يبقى موف. نحل السؤال هنا، بيقول لي اف ذا اوبجكت موف ات مينز ذات ذا فورس ار بالانس، لو الجسم اتحرك معناه ان القوه بالانس، بالانس يبقى نوت موف. نمبر 2 امبالانس يعني قوتين مش متساويين يعمل موف، صح. طيب الجمل دي لازم اعرف بوش ولا بول؟ انا عندي الكوره عايزه ازقها بعيد عني يبقى بوش، لو بعيد يبقى بوش، نكتب تحت كل صوره اسمها. طب الراجل ده بيزق الشنطه دي ناحيته يبقى هو كده بيعمل ايه؟ بول، بيسحبها ناحيته. لو بعيد، لو بعيد يبقى بوش، ببعد الحاجه عني بوش، بجيبها ناحيتي يبقى بول. ناخد اللي بعده. طب هو لعبه التاج اوف وار القوتين دول بالانس ولا امبالانس؟ لو لقينا فورس يا بالانس يا امبالانس، دول ثلاثة ودول ثلاثة، يبقى القوة دي ايه؟ بالانس. بالانس يعني ايكوال يعني دونت موف. طب الولد ده بيعمل انهي قوة؟ أنا بخلي السكيت يبعد بعيد عنه، مش بجيبه ناحيته، يبقى بيعمل انهي فورس؟ بوش. بعد كده عندنا تعريف الموشن. امتى اقول على الجسم انه اتحرك؟ موشن يعني اتحرك. ادي جسم عند النقطة A وانا خليته عند النقطة B، هو كده عملته اعتبرته بيتحرك ليه؟ عشان غير مكانه. يبقى كلمة موشن يعني تشينج بوزيشن. طب غيرت مكاني بالنسبة لإيه؟ فيكسد ستارت بوينت، بالنسبة للنقطة اللي ابتديت عندها. أنا ابتديت عند النقطة A ورحت عند النقطة B، يبقى أنا كده عملت موشن. يبقى نعمل أغنية للموشن، موشن تشينج بوزيشن، موشن تشينج بوزيشن. طب هنا بيقول لي البوي ده الولد ده ثروز بول، رمى كوره، فجاه لقينا الكوره فول داون وقعت، مين اللي خلى الكوره وقعت؟ هقول له قوه الجرافيتي. هي قوه الجرافيتي بتعمل ايه؟ بتعمل بولينج للفورس، تسحبها تحت. يبقى قوه الجرافيتي قوه بولينج، بتسحب اي حاجه، تسحب الحاجه ناحيتها يبقى بولينج. طب ايه تعريف الجرافيتي؟ فورس بول ذا اوبجكت توارد ذا ايرث، قوه بتسحب الجسم ناحيه الارض. يبقى الدرس ده فيه تعريفين مهمين جدا، موشن تشينج بوزيشن. طب امال يعني ايه جرافيتي؟ فورس بول ذا اوبجكت توارد ذا ايرث، فورس بول ذا اوبجكت توارد ذا ايرث. طب ايه انواع الموشن؟ قال لك الموشن في نوعين، ايزي تو سي سهل اشوفه بعيني، زي بيرسون ووكينج شخص بيمشي فانا شايف الموشن، شايف الحركه بعيني. او ليفز موف، ورق الشجر بيتحرك نتيجه الويند، الرياح، الرياح بتحرك ورق الشجر.
طب في حركه ما اقدرش اشوفها؟ طبعا. زي مين الهارد تو سي؟ مين اللي صعب يتشاف؟ زي روتيشن اوف ايرث اراوند صن. انا ما اقدرش اشوف حركه الارض حوالين الشمس، انا عايش اوريدي على الارض، هشوف هو ايه بتتحرك حوالين الشمس؟ مش شايف. يبقى انا عندي انواع الموشن، ايزي تو سي، هارد تو سي. ايزي تو سي سامون ووك او ليف موف. طب مين الهارد تو سي؟ موفمنت اوف ايرث اراوند صن. نحل دول. مين الماست اكت اون ذا بول؟ ايه الحاجه اللي بتشتغل على الكره عشان تتحرك؟ لازم الفورس، لازم القوه. سو ذا نقط تشينج البوزيشن تشينج. طب ايه انواع الفورس؟ يا اما بول يا اما البول. اقول له بول او بوش. هنا بيقول لي بوش اند بول. طب كوزنج ده يسبب ايه؟ يسبب الموشن.